استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا ايطاليا رفيع المستوى برئاسه السيد انطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي الايطالي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان زياره نائب رئيس وزراء ايطاليا للقاهره على راس بعثه تجاريه موسعه من كبرى الشركات الايطاليه تاتي في اطار علاقات الصداقه الراسخه بين مصر وايطاليا والاراده السياسيه القويه لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للامام بما يحقق مصالح الشعبين الصادقين حيث اكد السيد الرئيس في هذا الاطار ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الايطاليه التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر منوها الى وجود افاق واسعه للتعاون الاقتصادي على جميع الاصعده وهو ما ثمنه الجانب الايطالي مشيرا الى ان هذه الزياره تاتي لتفعيل الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين ووضع حجر اساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الايطاليه في مصر لا في مجالات الزراعه والغذاء في ضوء الاهميه الحيويه للعمل على تحقيق الامن الغذائي خلال المرحله الراهنه التي يعاني فيها العالم من ازمات متتاليه في هذا الصدد ذكر المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد أيضا التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق الى قضيه الهجره غير الشرعيه وبحث جهود التعاون في مجال الطاقه واتفق الجانبان على مواصله العمل في هذه المجالات خلال المرحله القادمه لتعظيم الاستفاده من الامكانات الكبيره لدى البلدين مواصله التنسيق لمواجهه التحديات الدوليه المتناميه سياسيا واقتصاديا